السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجل انا باخد المقاصد اول حاجة، هنطلع الاحشاء اللي جوه كلها بامر الله. تمام، خدنا القص اول حاجة افتش. تمام، نفتح فتحة صغيرة هنا، حط صوابعك كده تعمل عازل بس. تمام، طلعنا الكرش اهو. اول حاجه الفيديوهات اللي تحت يا جدعان بتقول لك دوت بيتحش ازاي وبيتنضف ازاي ويبص وبيتاكل ازاي كمان، اللي هو اللي ايه اللي ما فيهوش دهن ده، اللي عامل زي المستورد. زيرو سبعه دي بقى تركنها بقى وتبقى تبص على الفيديوهات اللي تحت عندي دي تشوف انت بقى ايه خمسه ثلاثه هتعملها ازاي. ايه مش هنبيته الاباو. تمام، الكرش ده بيتفتح منين؟ من هنا اهو، اتفتح من هنا اهو. تمام، ناخد غطسه، نمد ايدينا نجيب الرمانه من جوه ومشدينها، الكرش اهو اتغسل. تمام، برضه لو عايز تعرف بينضف ازاي الفيديوهات اللي تحت فيها كل حاجه، هات فيديو تنظيف الكرشه مع ذوق البلد بتاعت الخروف، هتلاقي الكرشه دي هتجيلك وانت بتنضفها ازاي، هتشوف كل حاجه بعينيك ان شاء الله. كده الكرش اهو، خش على المشتركين ايه نقطعها عشان ما نعملش الدنيا، بتتعك كده اللي عارف كده، وبص تمغشها مارش. نفس الكلام اهي، كلمة محمد نفس الكلام الاباء اهي كده تمام اهو. ده المنبار ايه؟ ده المنبار الضاني اصلا. اول ما المنبار بينزل يا جدعان اهو، انتم عاملين ايه؟ انتم مضربين فيه المايه من هنا، ده المنبار غير الطاقة. ده غير الطاقة اللي انتوا شفتوها من شوية. تمام؟ ده غير الطاقة اهو. ده المنبار بتضرب كده بس ما بتتكش على المايه قوي. بص هنا اهو، ايديا ايه؟ بتدقه كده دكة كده، بص. ما يفرحش منك بس اهم حاجه. تمام، لسه بقى في نظافه وبتاع، ده مش هيتاكل على كده فاهم. كده بقى بالصراحة حضرة النبي قشطة، زي ما قلت لكم اللي عايز يشوف ينزل في الفيديوهات اللي تحت، هيشوف تنظيفه وهيشوف حشوه وهيشوف كل حاجة. تمام، يعني أنا أول حاجة بناخد اللي هي ها من على العصعوص، سيبنا العصعوص أهو لوحده. تمام، عامل زي العكواية بالظبط أهو، أجل العصعوص. تمام، هننزل على الزل اللي هو الكتف أهو، صلاة النبي أحسن أهو، ندخل على الزنج الثاني
خش على الرقبة. هات الفطور يا زول. هات له الفطور يا جدعان. المشخه اللي بيبقى فيها الميه تمام، مفيش كده حاجه تتكلم تاني جوه كده كله تمام. نعمل ايه بقى يا غالي؟ نشك بقى. تعالى كده من بره، تعالى انت من بره. بتمشي على ايه؟ بتمشي على النخاع يا ولد عيال، شايفينه؟ واللي يشط بيمشي على النخاع ده، ما تخلوش يفلت منك، خليه دايما باين، تمام؟ كده تمام يا جدعان، فضيت لكم اللي في بطنه وعملنا كل حاجه مع بعض. هو كده واقف على التقطيع بقى تمام. الصغرة دي واللي لسه مقطعها برضه، سامحوني بقى لو ما اتكلمتش عشان عايز اخلص برضه تمام. يا ليش نبت الكلام. الحته دي يا جدعان اللي فيها السن قول الله. شايفينها؟ دي يعتبر من احسن حتت اللحمه. هي دي يا جدعان. تمام؟ اخش على بيت الكلاوي الناحيه الثانيه. اهو. اهو. Thank you.
نخش على السن الثاني. مين؟ تمام؟ نخش على الفخدة. لا يا خروفي ده لقيته ايه؟ لقيته صغيره زي ما انتم شايفين كده. وبكده بقى بالصلاه على حضره النبي. وما تنسوناش باللايك والشير عشان الخير يوصل للغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.